السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم غندير لكم طويجين، ماشي طاجين، طويجين ديال جوج الناس. يعني نحتاجوا فيه الكميه اللي عندكم ديال الدجاج، اللي كيبغي الدجاج بزاف يدير. انا هنايا عندي هاد 3 مورصو ديال الدجاج، عندي بطاطا، عندي القرعه، عندي خيسو، عندي البصله ديك الصغيره ولا بيضه، البصله باش غنصب، عندي الكزبره ومعدنوس، كاينه مطيشه. بالنسبه للتوابل كاين الملح، سكينجبير، البزار، حقهم بلدي، تحميرة، وكاين الزيت. غنبداو على بركة الله، غنبداو على بركة الله للمبتدئين اللي ما كيعرفش الطاجين. الطاجين كيجي ساهل ماهل. كنشدو البصلة، كنشنفوها، نقطعوها دوائر اللي بغيتي، لكم الاختيار، كل واحد كيفاش كيبغي البصلة. بس هاد البصيلة هي اللي غادي ندير لتحت. غادي ناخذ خيزو، غادي نشنفو رقيق لان باش يطيب لنا خيزو غنديروه هو لتحتاني. نقطعو رقيق، يعني سيرتو الخيزو ديال هاد الوقت شويه كيشد الطياب، كاين اللي تيبغيه هكا كيكون، وكاين اللي كيبغيه طيب بزاف. المهم حنايا باش نتفاداو غادي نقطعو رقيق هاد الشكل. الطاجين ساهل، تكون عارف الخضره، اي خضره كانت. انا هنا حاضره عندي القرعه وخيزو والبطاطا وديك البصيله الصغيره البيضه، ممكن هكذا كتجي زوينه، كتجي حلوه، كتصاوب الطاجين. هنا ما كنحيد كاع القلب الخيزو، عبر اذا كان شي قلب غلايا دابا هذا كيبان لك احمر بحالو بحال الخيزو، لا داعي باش نحيدو. كنرقو مزيان باش يطيب لينا، ما يشدش لينا. دابا البطاطا في ساعه كطيب، القرعه الدجاج حتى هو خلاص في ساعه تيطيب. جوج خيزوات، وحده كبيره وحده صغيره، جوج شحال خرج ملي كتقطعي مقاي كيعطيو بزاف. غنستف دابا الدجاج، غندردر عليه شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار، غير شويه، يعني باقي غندير الملحه فوق من الخضره. كندير التوابل غير بيدي باش نعرف القياس. كنجي دابا كندير القرعه، غنستفها بحال هكا، لان القرعه خاصها تكون تحت البطاطا باش ما تسكرش، لان الا خليناها منها الفوق كتجي شويه كتجي قاصحه. كنجي البطاطا كنقطع بحال هكا باش كندورها على الطاجين بحال هاك، خليهاش غليظه بحال كنغطي بها الخضره اللي لتحت. هانتي الطويجين هاهويا صدق عامر. البصلة كنقطعها هاكا على جوج، كنجي كنحط هاديك مطيشة في الجناب بحال هاك، نحط الوسط، كندير الملحه، ندير الملحه نملح، كنجي كندير البزار، كلشي من فوق الخضره باش كتجي الخضره
متبله، ندير سكنجبير، ندير خرقوم بلدي من الفوق تاعو بحال هاك، ندير شويه ديال التحميره غير في القنص اللي غندير واحد شويه ديال الماء، ولكن غنقص عليه شويه ديال الماء باش تهبط لينا هاد العطريه. كنقطع ربع، وغنديرهم من الفوق، وغندير الحامض، غندير الربيع، وغادي نجي غندير الحامض. اللي بغا يدير الزيت، انا ما عنديش الزيتون، اكتفيت غير بالحامض، وكنجي هنا القنص وكنكب واحد شويه د الماء باش تهبط ليا هاد العطريه اللي درت انا هنايا. صافي، وغندير الزيت، شويه زيت الزيتون، وحتى يطيب كاع اللي بغا يدير الزيت، حتى انت لخر حتى لخر ويدير. دونك انا اكتفيت بشويه زيت الزيتون، الطاجي ديالنا ها هو دابا مبقى الا نحطو على العافيه بوطه مهيله ونخليوه يطيب. الشكل النهائي ديال الطاجين ديالنا هو هذا، بالصحه والراحه. ها هو طيب على المهل، حتى الروا ما كاينش، كاين شويه د المراق، وغادي نقدموه مع الخبز ديال القمح اللي درناه. ها هو خبزات ديال بان كومبلي 100% بالخميره بلديه، بالصحه والراحه.